تولي الخيرية الملكية اهتماما خاصا بالنساء من فئة الأرامل والمندرجين تحت مظلتها حيث تحرص على إيجاد كافة الأمور التي من شأنها أن تمكن المرأة من الاعتماد على نفسها فطرحت مؤخرا أن ورشة عملية متخصصة بالميكانيكا والكهرباء يتم تدريبهن في مركز ناصر للتكنولوجيا هذه الدورة تفاصيل متعددة تنقلها الزميلة خولة لجرينيس افكار ايجابيه تلامس واقع المراه اليومي وضعتها المؤسسه الخيريه الملكيه نصب اعينها خدمه للمراه التي افقدتها الحياه نعمه وجود الرجل بجانبها فجاءت فكره تنظيم دوره للارامل المنتسبين الى المؤسسه في اساسيات ميكانيك السيارات واصلاح الاجهزه الكهربائيه في المنزل حتى يكن قادرات على مواجهة أي موقف قد يتعرضن له في حياتهم اليومية هالدورتين يعني بما أن احنا في من فئة الأرامل نحتاج هواء كثير فاستفدنا واجد <applause> مثلا لو طلعت من باب البيت أنيم أكثر شيء يمكن في الشارع في ناس واجد بحصلهم بغيرون لي العجلة لو اختربت بس لو اني طلعت على باب البيت ما عندي احد فحين عرفت يعني على الاقل ما اتورط عرفت شلون ابدل الايل لو هو قاصر اعرف متى يكون قاصر متى ما يحتاج انه اغيره ومثل ما قلت لكم يعني دوره الكهرباء واجد استفدنا منها الجانب العملي في هذه الورشه كان سيد الموقف فقد لامست المشاركات عن قرب الطريقة المثلى في إصلاح أي خلل طارئ فاكتسبنا المهارات الكهربائية والميكانيكية مهارات في تغيير الزيت السيارة في تبديل عجلة السيارات في تصليحها كميكانيكيا بالنسبة لدورة الكهرباء استفدنا استفادة كبيرة تبديل الكيبلات معرفة أنواع الوايرات بخصوص الكهرباء وشنو الفوائد اللي بنحصلها وشنو الأشياء اللي لازم نبتعد عنها يعني تخدمنا هي ب... في حياتنا اليومية والعملية مجموعة من مدرسي المعهد قدموا شرحا تفصيليا عن كيفية تغيير اطارات السيارات والتاكد من جاهزيه المركبه عن طريق فحص كميه الزيت والماء واهم مكونات ماكينه السياره فشمرت الارامل عن سواعدهن وقمن بفك المحولات الكهربائيه لمعرفه اسباب عضل الاسلاك وكيفيه اصلاحها اتاحت لنا فرصة ان نتعرف على اشياء يمكن احنا غايبه عنها هذا شيء قايب عني فيمكن احنا تعرفناها عرفنا شلون نركب الكهرباء شلون نلحم الاجهزه على مدار أربعة أيام تفاعلت خمسة عشر مشاركة مع هذه الدورة والتي تأتي ضمن برامج وأنشطة المؤسسة الخيرية الملكية لتنمية مواهب الأرامل في المهارات الحياتية الأساسية وتقديم العون المعنوي والعملي للاعتماد على الذات وتحقيق الطموحات التي يسعون لها للتغلب على صعوبات الترامل خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد الفاصل جناح مملكة البحرين في مهرجان الجنادرية يشهد أقبالا كبيرا من الزوار